حياكم الله يا جماعة الخير. طور جديد ومود جديد، آخر مقطعين وثلاث مقاطع دعم المودات مش طبيعي، المقاطع فوق مليون مشاهدة، كل اللي أنا أقوله المودات مستحيل توقف. المود اللي بتشوفونه يا جماعة اليوم مود كابتن أمريكا. يعني إيش كابتن أمريكا؟ يعني عندي خصائص نفس خصائص كابتن أمريكا. لو تحطون تحت اليسار عندي ترانسفورم، أتحول أصير كابتن أمريكا. طيب يا جماعة الخصائص اللي عندي كالآتي، عندي خاصية اسمها ثرو وخاصية اسمها يوز، أبوريكم إياها حبة حبة. ثرو يجمد الناس اللي قدامي، لو ترميها كذا مثلا الحين يمديكم تتحركوا ولا ما يمديكم؟ ما يمديكم تتحركوا. اللي تسقع فيه اللي تسقع فيه. طيب الخاصية الثانية واللي هي رهيبة وبيقوم فيها ضحك، صفوا يا جماعة خط واحد، تخيلوا انهم يصلحون الإلكتريك، تمام؟ أنا كذا ماشي أجي من هنا يا ساتر يا جماعة. دقيقة لازم يكون جنب بعض، لا ورا بعض جنب بعض، انا بشق ام الخط اللي بيكون بخطي وقت السرعة وضرب القاضية انتهى الجيم جي جي. المهم يا جماعة انا بدي طلب اخير، لا تنسون اللايك واشتراك قنوات شاف تحت اللي ما عمري حطيتها، ولا تنسون ولا تنسون كود S6B فورتنايت وكود الشباب اللي ان شاء الله بتحطونه بعد S6B. لا حطوا اي شيء تبونه يا جماعة. ترى اللي ما يحط قنوات شباب رامي دائما ينسى، رامي اللهم اني بلغت حط قنوات شباب. يا ربي لك الحمد والشكر والثناء الحسن. طيب احمد كالعاده بين للعالم انك طبيعي زي كل مقطع، وانت كذاب ما انت طبيعي. اوكي ايش عندنا؟ عندنا بطاقه، تمام؟ اذا سالت عندنا بطاقه نروح نسوي مهام ولا كانه في شيء. جيزيون هنا جيزيون هنا جيزيون هنا، لا تسوي طارحني لا تسوي طارحني لا تسوي طارح. كف الكهرباء ابو عبد الجيني. اللي بيجي بشقه. شافني؟ تقول شافني عيال؟ تقول شافني عيال؟ عشان كروم تصير بدي احاول اخلص مهام بشكل جدا سريع. بعتبر طير راسي. رياكتر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا شفت كابتن امريكي يتمشى. انا يا جماعة انا عندي مداخلة واحدة بس. انا كنت ماسك الكامات لثواني، ممتاز. سهيب كان يمين، ممتاز، وابو عابد كان يمين. ابو عابد ايش كنت تسوي مع سهيب؟ ابو عابد انا طبعا انا كابتن امريكي كنت اشوفه يوم شفت، انا خفت انحشت احد بيقتلني. يوم لقيت في الابيض واقف ولقيت الدته وراه، هذا اللي شفته. طيب انا بس خليك تكمل بس ابو عابد. اسمع انا كابتن امريكا كان بالستوري، تذكرون يا عيال؟ اي بالستوري اي كان بالستوري. انا كنت كان معي عرفت مين قول. انا صراحه شك 80% 90% انه رامي، لانه كان رامي قدامي. رامي مين كافتيريا هو وجيزي. يا جيزي مالك هيك اصابك؟ طيب حلو انا دقيقه انا في شيء يبريني. كنت بالستورج وش صار لنا كابتن امريكا، وكان في اثنين شطفوني بس والله ما انتبهت لاسمائهم لاني كنت منخرج صدق. طيب اسمع انا ابغى بري سعد بس يا جماعه، لان عنده نقص حاد في الاي كيو، في مهمه قاعد فيها نص ساعه. اي ممكن. هي يا عيال على فكره ترى كابتن امريكا يمديه يرجع مواطن طبيعي، يعني يذبح ويرجع طبيعي. من بدايه الجيم يسوي مهمه واحده احمد. شوف كابتن امريكا كان واقف، انا رحت شوي رجعت صار بمكان كابتن امريكا الابيض جزي. طب شوف انا بالنسبه لي في شيء واضح، فبسوي سكب وبحط صوص على انا سكب على جزي يا شباب. لا بدون صوصات، لكن ابو عبد كان شفته يمين وشفت صايب كان يمين. حتى الجثة ما ندري وين مكانها. الجثة ما ندري وين. شنق أبو عابد صوت علي. أبو شايع. ميوت يا شباب. تعال جنبي بتشوف الجثة الثانية جاية. أوكي كذا ها. ولا وري يا عيال. وين أبو عابد؟ وقسم بالله لا وريك. كذا بس مهامي مخلصة. عندي ثرو وعندي يوز، تمام. اذا ما اهنتك يا ابو عابد انا ما افهم. والله يا ابو عابد انك زليت. تعال الجثة. طيب اوكي كامات فيها واحد، اختر هنا مر من جنبه مرور الكرام. ابدا احمد
انت مواطن مسالم بتروح تسوي بطاقة. ها ياسر قدامك بطاقة. ايوه شوفني ادري تبي تتأكد بطاقة ها. تنك تنك معرك شهد امها على الكامات على اللوك مو مشكلة. انا ابغى ابو عابد. قفل على الرختر هنا. انا ابغى ابو عابد يجيني بس ابغى انفرد فيه. الله يلي يوفقهم كم واحد. لو اسوي الضربة القاضية حقت ال قاعد يلحقني قاعد يلحقني قاعد تهرب. الله تكلم لا طيب تبي دته صح؟ لا تكلم لا تكلم هذه وش بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تكلم خلاص خلاص ما شفتك روح ما شفتك روح اسلم مواطن ما شاء الله لا لا كيوت لا قتلت يا عيال والله وعد كلم انا بتكلم انا بتكلم انا بتكلم انا بتكلم دقيقه دقيقه ولا ما ابغى كلمه زياده عن اللي بقوله ممتاز ما حد تكلم اوكي سعد موقعك بالضبط انا قاعد اكب الزباله اللي تحت طيب الزباله اللي تحت ممتاز ابغى الناس باليسار في بنت انفتح ابغى الناس اللي باليسار مين كان يسار جهه اليسار انا قبل الاورنجين كنت ما كنت داخل الاورنجي قبله يا ست تكفى قولي انك كنت داكي باللوك تكفى لا والله انا عند الكرسي قاعد اشوف طيب على طيب اختر مكانك كافيتيريا انا اخر شيء بالكوميونيكيشن تعال 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 الو مين كوميونيكيشن غير صحيح طيب انا بقول لكم اللي صار الحين بغض النظر عن اماكنكم انا يا جماعه الخير كنت بمسك الكاميرات بعد ما الكهرب طفت بمسك الكاميرات شفتوني بالكاميرات صح انا كنت هناك رحت بعدها طلعت فوق طلعت فوق جيت اول ما دخلت الاد المدبي لقيت البنت انفتح وفي جثتين فوق بعض ف 100% انا شايفك رايح هناك لحالك انت لا ياسر رايح لحالك مستحيل اقول لك جثتين قدامي انت رايح مع ابو عابد كيف بدبلهم كيف بدبل اثنيني ويا ياسر بالعقل اقول لك اثنين جنب بعض ما ادري هذا كابتن وش يسوي كابتن امريكي كابتن امريكي اوكي قوي بس ما ندبل اثنين يا شباب طيب انا اعتقد 90% انها بين احمد قاعد يدعي اتهامات وبين مخ لا لا ياسر حركتك شككتني فيك ياسر يوم انك تشكفيني وانا اطلقي على الكامات ماسكه طول الوقت وتقول ان انا لا مسوي مسوي البطاقه قدامك سكيب مسوي البطاقه قدامك يا ياسر وانت على اللوج الامبوستر ايش يسوي يسوي نفسه تاكي على اللوج على انه ايش هو ماكل الناس ولا مهمه شو تقول فيها لا 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 غير صحيح ولا مهمه واقف فيها ياسر لا تحاول تقلب علي وتشكي فيك ياسر بيني وبين اسس لكن لو اذبحه بيبقى انا لحالي هذا ايه اوكي شت اوكي شت اتوقعني ما دقيقة دبل دبلتهم لازم ادبح زلموشن اختروا رامي راح هناك هذا كابتن امريكا راح كابتن امريكا كبيرات ايش بسوق يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يا شباب شفت درع طايح حلوف انا شفت درع طايح وشايف كذا من الدرع مكتوب عليه اس اكس بي يا لا 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 يا عيال يا عيال ركزوا معي انا كنت في الادمن حلو انا كنت في الادمن قاعد اشوف اماكنكم بس ما اعرف مكان اي واحد الزبده ان مد كان عندي في الادمن طلع راح ستورج انا في الادمن انا رحت ستورج لقيت كذا كابتن امريكي يمشي انحشت انا خفت قلت له ما ايش يسوي طيب انا بقول لك برتيشي لقيت الدرع طايح مطبوع عليه علامه اس اكس طيب ابغى جنبه دم يعني هذا اتهام مباشر علي انا اتهام مباشر لا لا يا سكين انت بتجلطني اول شيء يا جماعه الخير من اللي كان بالكامات انا سعد انت بالكامات ممتاز نعم انت ياسر تقول انه بالستورج صح ستورج طيب انا بعد بقول لك حاجه اول ما بدا الجيم رحت يمين عند حق الكرسي حق الاسلحه ثم رجعت اكمل العصيرات اللي كنت عندها بالمدبي الراوند اللي قبل ولقيت جثة مين لقيت داخل عندي في الادمن انا داخل عندك في الادمن حمزاوي يا عيال تراه ياسر ويبغى يذبحني انا بصوت على ياسر كيفكم رجعت الكامات رامي كان داخل النافيجيشن زين وكان وراه اللي هو كابتن امريكا الله ينصر دينك يا شيخ زين يا سلام عيني احمد ومخ احمد لحد الان اموره طيبه بس مخ كذا انا ما شفت الدرع انا شفت انا بصوت على انا توقع مخ ما ادري يا شباب الدرع انا شايفه مطبوع عليه الدرع مطبوع عليه 6 الله يسركم اتوقع شبابنا يا
الخبيث دابي يفوز ربي اول ما ذبحني صوت يا عيال اقول لكم شيء زيد دخل علي وانا صادع واحد قدامه يا ساتر يا الحظ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الارقام كالعاده انا اسوي الارقام بسوي الارقام بسوي الارقام لا تسوي فيه امها يا زيد زيد يتمشى ها اوكي اذا ما حط عليك سوس بعد شوي انا ما افهم اوكي زيد تاكي على الكامات واقدر احط عليه سوسين خذوا هذه مني بيدخش واحد بيدخش واحد علي بيدخش واحد والله ياسر شاد امها يا عيال شاد امها ياسر خلي بطاقاتي تجتمع بطاقاتي ابي بطاقاتي تكتمل خلونا ندرس اللوج اللوج طبعا كلهم في الادمن ما في اي دراسه في الموضوع دقيقه اثنين في الويبنز هلا دختوري المرموري خذ هذه مني واخذ هذه اوف مموت معليش انت طولت يا حبيبي زياده على اللزوم والله مع نفس ثلاثة في الستورج اثنين في الميد باي ثلاثة في الويبنز اثنين في الميد باي ليش طول اثنين في الميد باي اثنين في الميد باي معناته احتمال كبير واحد هناك ميت خلينا نروح نشوف الميد باي مين فيه هو السلام عليكم ورحمة الله لا عادي عادي اختر حط سكيب عليكم السلام مين عديم الضمير شباب انا كنت عند الادمن قاعد اسوي دراسات وحسابات في اللوج قاعد ادرس مكان كل واحد لا عشان تذبح وما حد يشوفك هي بذبح في اللوج كمل ياسر كان في ثلاثة عند الويبنز وفي اثنين في المدبي طولوا مرة وكان في اثنين او ثلاثة في الادمن انا قلت ليش في اثنين في المدبي طولوا اكيد في جدته هناك رحت هناك ولقيت رختر ميت ممتاز اللي في الويبن مينهم سعد بارش انا عندي اصبع اتهام يا ياسر الخص عليك موضوعك ملو السلام عليكم بدل جيم رحت يسار اسوي مهمتي بالرياكتر الارقام حلو دخل عندي واحد خلال ثلاث فرات طلع مين زيد قلت اوكي طبيعي طبيعي اوكي قلت طبيعي شايفه ياسر صح الحمد لله اي معك خلصت طلعت بروح اسوي مهمتي الثانيه بالكهرب مين لقيت زيد على الكاميرات طلعت نزلت الكهرب دخلت سويت مهمتي مين اللي قتعت زيد طلعت ما يسوي ولا مهمة قاعد يتمشى ويركض للمار كأنه ما بالوالدة في الموضوع عندك زيد هي واحدة من ثنتين هي واحدة من ثنتين أنا في أكثر من زيد أو إنه بوسة أنا ما زيد اقنعني في خيار ثالث أنت ما قلت وش زيد في خيار ثالث يمكن أنا غبي اي والله شوف شوف انا صراحه يعني هذا خيار اكيد هذا مو يا جماعه الخير انا كنت ماشي مع احمد بدايه الجيم دخل هناك عند الكهرب عشان يسوي مهمه انا احس بمهمه بعد فما لقيت مهمه وطلعت هذا اللي صار كيف كهرب ما في مهمه شوفوا مو بالكهرب هذه اول مكان دخلته ما ادري ايش اسمه رياكتر ركزوا ممكن تكون سيلف ريبورت اموري طيبه مره اموري طيبه مره ابى اطفي الكهرب بجمعهم وبأعطيهم دبل الآن كب أمه شفت بعيوني من احمد ذبحني صلاتي على النبي صلوا على النبي يا جماعه انا جيت عند الالكتريك اثنين ماتوا وزيد مات نعم وصهيب خلنا نسمع قبلي طب دقيقه بس لا خلوا سعد يتكلم نقطه واحده يا جماعه انا ابري شنق الجيم هذا ليش؟ ليش؟ لانه شنق كان شاك بزيد
ايه مستحيل يروح يذبحه. حط عليه صوت. ليش الله يعطيك العافيه، بس ابغى سعيد يتكلم لي. انا بتكلم سعيد. ايه؟ تكلم قول لي ايش صار بالضبط. انا دخلت لقيت اثنين قدامي يشغلون الكهرب، وصهيب كان طالع منهم. جيت انا وقفت وياهم، شغلت الكهرب، صهيب لهم موجود واثنين ميتين. اها صهيب وين متكلم؟ تكلم صهيب. اه الفار. سأل انا ما عندي الفار. سأل ها انت كيف شفتني؟ صح شاطفني انت. انا طلع انا طلع انا انا طلعت من الكهرب لسبب واحد. طب ليه طلعت من الكهرب لسبب أيوة. واحد انا خفت يعمل الداش تاعته يطير روسه كله فشردت وانا طالع. ممكن بس ممكن انت رحت وبدلت ورجعت لانه ذبحته. صح سعد انا عندي سؤال ممكن. كيف شفته والكهرب طافي؟ جسم بجسم ياسر ضربني. لا انا طب انا ما شفتك. لا بس سعد دقيقه سعد انت يعني شفت صهيب دقيقه سعد انت قلت شفت صهيب وقلت اسمين معاه شلون شفتهم كلهم هذول والكهرب طافي؟ لا اقول لك اثنين قدامي سعد على الكهرب لقيته بتطلع على الجسم ولا هو قاعد يسوي. يا جماعه يا جماعه يعني سس الان بين صهيب وبين سعد. معليه باقي الى الان ترى فيه لازم اسوي مهام. عيال انا مو قاعد اسوي مهام، لازم يشوفوني اسوي مهام قدامهم. لازم يشوفوني اسوي مهام قدامهم. ياسر علق صح؟ والله اني داري اسوي مهام قدامكم. طاقه سويتها قدامكم. مضيعني يا اخي يمسك اللوك طول الوقت. بنزين ها بنزين بنزين ها. طيب مين اذبح؟ لازم اذبح رامي. شاكفيني يا عيال تبغون؟ تبغون شاكفيني يا عيال؟ وقت الكهرب لازم افرد لي بواحد الحين. ثبت هوج. افعل لكم ايش؟ افعل لكم الكهرب، افعل الرياكتر واللي بيجون بعطيهم الضربه القاضيه. حلو هذا ولا لا 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 بفعل الكهرب. بفعل الكهرب. طفي الكهرب مره ثانيه. وقف ابن الذين ما شافني صح؟ ما اتوقع شو اللي جاي. ابو عابد شوفني 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 شوفني. خلصت تسكاتي الان ما قدرت افاضل. شوفني ولا ما شوفني؟ لكو ذبحهم كلهم. لكو ذبحهم كلهم عندك كل. لا السلام عليكم شباب، انا عامر ريبورت اسمحوا لي اتكلم. يا جماعه سنه وست شهور وانتم بتصلحوا بالكهرب. انا ما وقفت على الكهرب، قاعد بلف خايف من انه يجينا يعملنا برضه كمان مره هاي الدعش. تمام طيب في زر ريبورت بدور على جسم فيها فعملت عملت لي ريبورت. انا اول واحد دخلت الكهرب وجاء رامي وحمزاوي عندنا. سعد انت كنت داخل الكهرب؟ سعد انا كنت داخل الكهرب. ثواني زين. ثاني صهيب قاعد يدور ورا ياسر مخلف. شاف صهيب ثلاث مرات يدور وراي على ستوريج يدور رحت المدبي يركض وراي رحت الكهرباء. والله صهيب طول يا عيال. انا اشوف انه هو اللي عليه شك بالذين الحين. يا عيال ما ذبح ياسر يا عيال. سعد كان في الكهرباء. انا ما ذبحته يعني انا مش امبوستر. ما ذبح الفرق فيه ترى. دخلنا انا وصهيب في الكهرب حلو في اثنين مدري ثلاثه قاعدين يصلحون يخربون على بعض. انا وصهيب قاعدين ندور كذا مثل الذباب قاعدين ندور عليهم. الحمد لله يعني انا بريء. واحد مات وصهيب فوت على طول. بس يا جماعه ركزوا معي. الوحيد اللي ما شفته طول الجيم شونك. ما كيف بتشوفني والكهرب طافي لها نص ساعه يا صهيب؟ الكهرب نص ساعه طافيه. انا يا شباب اعطوني 10 ثواني. القتله الاولى كان في اثنين ترى بس على اليسار انا شايفهم باللوج. كان في زيد وكان في احمد. زيد مات. لا 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 اي شل 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 ما تحط عليه اسمك ثواني يا شباب. الراوند القتله الاولى يا ياسر لا تصير ثيرد امبوستر. صهيب ثلاث راوندات المفروض انه هو مات. اذا متت شنك اذا متت نظامي عيالي بيدبسها فيني الحين. الامبوستر بيتفلك يا صهيب يا غبي. يا عيال شت انا شكلي جي الجيم هذا. لازم استعجل الكهرب باقي طافيه يا عيال. استبيع يا رب باقي طافي يا حلو. ليش ما حد قاعد يصلح الكهرب؟ اقسم بالله يا
يا جاكم التربل يا عيال. والله انك مو باين بيننا، ما ادري انك معنا. انا ماني معكم، انا جايب اخر واحد من الى هنا يا جماعه الخير. وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى انكم استمتعتوا بالاطوار هذه يا جماعه، واكتبوا لنا تحت رايكم، واهم شيء اللايك يخلينا نتحمس وننزل اكثر. اكتبوا لنا افكار مودات نسويها لكم، وصلوا على نبينا محمد في الختام. الله يسعدكم، لا تنسون S6B وقنوات شاب تحت. السلام عليكم. جيش السواحات مسعى خلف القمة، واكثر نلقى المحبط حاول يكسر، بس الصدمة اكثر نكبر. شونج اكس بونج معلم في ضحكتكم، يوز S6B افضل كود في ساحتكم. فوق المليون نمضي شاهد الظهري في جمهوري، اقوى جمهور باليوتيوب بالعالم تشهد على حضوري. هذه بس بداية، دامي سيد في الرواية، راح اكمل بطريقي ما اشوف صفحة نهاية.